نرحب بكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج كومنت. راح أكون أنا وياكم إلا بتقديم هذه الحلقة. كما هو معتاد راح نتناول أكثر الأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي. والخبر الأول هو عبارة عن فيديو متداول لفتاتين تدخنان السجائر الإلكترونية في الطائرة، وذلك على متن الخطوط الجوية العراقية. هذا الفيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثار حفيظة الناس، وانتقدوا هذا التصرف بشدة. من ناحية أخرى، تساءل الكثير عن كيفية استطاعتهما إدخال السجائر الإلكترونية إلى الطائرة من الأساس، وكيف لم يرهم أحد أثناء التدخين في الطائرة. وعلى هذا الفيديو، الخطوط الجوية العراقية أصدرت بياناً بهذا الخصوص. خلينا نشوف صورة للبيان اللي أصدرته الشركة. وكان طبعاً مختصر محتوى هذا البيان أن هاتين المسافرتين استغلتا جلوس طاقم الطائرة في الأماكن المحددة لهم خلال الهبوط، وذلك وفقاً للوائح الدولية، وارتكبتا هذا التصرف غير اللائق. وإدارة الشركة ستتبع جميع الإجراءات القانونية لدى الجهات المختصة لمحاسبتهن على هذا العمل. بيان الشركة حمل الجهات المعنية بتفتيش المسافرين قبل الصعود على متن الطائرة كامل المسؤولية. وهذه كانت تفاصيل الخبر، وطبعا أكيد لازم نشوف آراء وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الخبر والفيديو المتداول. أول كومنت رح يكون ويانا من سروشت، يعني شنو هذا التصرف اللا أخلاقي؟ والله الناس تتطور وتتقدم وتحترم القانون، ذولا يخلون العالم تنتقد العراقيات بهذا الأسلوب الغير لائق بالقيم والأخلاق. مع الأسف يروح الأخضر بسعر اليابس. وأيضا تعليق آخر من السوشيال ميديا على الفيسبوك، من نريد نصعد طيارة حتى أحذيتنا ننزعها، شلون عبر على السونار هيجي شيء؟ الشغلة بيها إن. وتعليق آخر على هذا الخبر المتداول، التعليق يقول: من سارة وليش تغطون وجوههم؟ المفروض الخطوط العراقية تمنعهم من السفر على متنها، ووزارة النقل تغرمهم على هذا الاستهتار. وننتقل إلى خبر آخر. بعد شكاوي كثيرة وانتظار طويل، نقابة الأطباء وأخيرا تصدر قرار بخصوص سعر الكشفية، حيث حددت أسعار الكشفية من 15,000 دينار عراقي إلى 40,000 دينار عراقي كحد أقصى. وبهذا الشأن أكيد لازم نشوف آراء وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا القرار. أول تعليق راح يكون ويانا على الفيسبوك، يعني واحد نايم للظهاري، وواحد خلص عمره قراية وسهر وتعب وشهادات وخفارات وضيم ومآسي، والعراقيين مقتنعين أنه الأول من حقه ياخذ 10,000 دينار حتى يحلق شعر راسه يما، بس الثاني لازم ياخذ 5,000 دينار حتى يفحصه ويشخص المرض مالته ويعالجه. ما أدري شو أقول والله. وتعليق آخر ورأي آخر من السوشيال ميديا على هذا القرار، بالعمل الخاص ما أعتقد من حقكم تحددون أجور الكشفية، كل طبيب بكيفه وحسب خبرته، ما حد جابر المريض يراجعه، لكن شيء واحد المفروض يقرر ويطبق بحزم، أسوة ببقية الدول، وهو الطبيب اللي يشتغل بالقطاع العام دوامه 8 ساعات بالمستشفى وممنوع يفتح عيادة خاصة. بهيج حالة نقدر نقدم رعاية صحية حقيقية. وأيضا تعليق آخر على هذا القرار على الفيسبوك، ما
ما قايلين شيء، يعني الأربعين ألف شوية، بس الأطباء يعتبرونها شوية لأنه ملوك زمانهم حالياً بزمن الأمراض. وبعد ما شفنا التعليقات على هذا القرار المتداول، رح ناخذ خبر متداول عن الناشطة العراقية الأزيدية نادية مراد، حيث حصلت على درجة الدكتوراة الفخرية في الآداب الإنسانية وبدرجة امتياز، الشهادة التي منحتها لها جامعة تشامبمان في كاليفورنيا خلال حفل ألقت فيه نادية كلمة رئيسية بمناسبة تخرج دفعة من طلاب تلك الجامعة لدفعة 2022. والجميل أيضا أنه تم وضع تمثال لها في الحرم الجامعي جنبا إلى جنب مع تمثال مارتن لوثر كينج. هذه هي كانت صور لنادية والتمثال. وبالتأكيد نحن نفتخر بهكذا شخصيات عراقية، ولازم نأخذ آراء وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الخبر المتداول. أول تعليق على الفيسبوك من زينب تقول: إنسانة عظيمة مثلت دينها وأهل بلدتها بأرقى ما يكون، وحملت قضيتهم للعالم ودافعت عنهم بكل ما تملك من قوة، تستحق الاحترام والتقدير، وهي فخر ومثال للنساء العراقيات القويات. فعلا فخر للنساء العراقيات وللعراق. ناخذ تعليق آخر مشاهدينا على هذا الخبر على الفيسبوك: هكذا يكرم العظماء، فألف تحية للعراقية الأصيلة الحائزة على جائزة نوبل نادية مراد. وتعليق آخر على هذا الخبر: فاشينيستا الأمم المتحدة، اللي يستحق كل هذا الإثراء هم شهداء العراق اللي ضحوا بدمائهم، كافي جامل باسم الإنسانية. أكو هواية ناس أخذت أكثر من حقها وناس مجنت غير بس التراب. طبعاً بكل خبر ممكن نلقى الرأي والرأي الآخر، وهي بالنهاية وجهات نظر الناس لننقلها لكم. وفي خبر آخر بداية خبرنا: خيراً تعمل شراً تلقى، وديروا بالكم من الأوكرانيات، لأنه الخبر يقول شاب بريطاني يبلغ من العمر 29 سنة واسمه توني جارنيت تعاطف مع لاجئة أوكرانية تبلغ من العمر 22 سنة واسمها صوفيا، تعاطف وياها إنسانيا فأسكنها بيته مع زوجته وأطفاله، ثم قرر بعد 10 أيام الهرب معها تاركا زوجته لورنا وأطفاله الاثنين وحدهم. من جانبه قال توني في تصريحات أننا نخطط لقضاء بقية حياتنا معا. يا بجحتك يا أخي. مضيفا: نحن متأسفان على الألم الذي تسببنا فيه، لكن المشاعر اتجاه صوفيا لم أشعر بها من قبل. أكو وقاحة بالموضوع وبتصريحاته. زين، خلينا ناخذ أكيد تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الخبر المتداول. الفيسبوك حمزة: هربت لجوء إنساني فهرب معها لجوء عاطفي. طبعا هذه التعليقات اللي بدنا ناخذها على هذا الموضوع، انتشر على نطاق واسع، لكن احنا ناخذ تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي العراقي تحديدا وتعليق آخر على هذا الخبر. هذا ديدا الغرب الخيانة، وهو الشيء الذي قلده العرب بشكل أعمى، فأفسد المجتمع والمرأة والطفل. كان هذا التعليق من نينا. وأيضا نأخذ تعليق آخر على هذا الخبر على الفيسبوك:
يا ريت الزوجات تقتنع أنه ربنا الذي خلق الإنسان أباح له الزواج بأكثر من واحدة، لأنه يعلم طبيعة الرجل وفطرته التي فطره عليها، كان سيتزوجها ويظل مع زوجته ولا يهرب مع الجديدة، والدنيا هتمشي. مشاهدينا، ننتقل بياكم إلى فيديو متداول، لكن هذه المرة لمشهد صادم من سد مدينة دهوك بعد الانخفاض الشديد في منسوب المياه. وبعد هذا الانخفاض الشديد في منسوب المياه ظهرت مدرسة كانت مغمورة بالمياه منذ أكثر من 36 عاما. خلونا نشوف الفيديو. مناظر جميلة للطبيعة، ولكن الخبر محزن. طبعا يوم بعد يوم بدنا نفقد حتى الثروات الطبيعية بسبب سوء التخطيط والاستهتار بثروات الطبيعة وأهميتها. هاي كلها من نتاج السياسة، ما حد واقع بيها غيرنا. خلونا نشوف تعليقات الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الفيديو. أول تعليق على الفيسبوك من محمد: بعد وبعد، هسه تجف كل الأنهار والبحيرات وتطلع آثار القرون الوسطى. وبالطبع مستمرين بأخذ التعليقات على هذا الفيديو. وتعليق آخر على الفيسبوك: من يوم ما دخلت الأحزاب المشؤومة للعراق أخذ الدمار والقحط وانعدام المطر والجفاف وجفاف الأنهار والقتل والسرقات، هذا ما جنيناه منهم. تعليق أخير على هذا الخبر على الفيسبوك: أكبر جريمة واختراق للقوانين بين دول الجوار مع العراق بإنقاص حصة العراق من الماء بدون محاسبة وبدون شكوى، تقدم لمجلس الأمن على أنه تعدي على البلد. الخبر القادم مشاهدينا مفرح ومدعاة للفخر، حيث حصل طلبة العراق على المركز الأول عربيا في أولمبياد اللغة الإنجليزية التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان. وذكرت الوزارة في بيان أن فريق ثانوية المتميزين بالمحافظة واسط حصل على المركز الأول عربيا في أولمبياد اللغة الإنجليزية، وذلك بعد أن خاض منافسة علمية شارك فيها أكثر من 100 فريق متطور من مختلف الدول. وأكيد تجدر الإشارة إلى أن فريق دولة فلسطين حصل على المركز الثاني في المسابقة، أما المركز الثالث فكان من نصيب دولة الكويت. خلونا نشوف بعض تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الخبر. أول تعليق رح يكون معنا من الفيسبوك من كرار: الأمر ليس بغريب، لكن الغريب عدم تبني هؤلاء المتفوقين في بلادهم، وأيضا عدم تغيير وضع البلد نحو الأحسن بالرغم من وجود الكفاءات. عندما تنتهي التبعية والمحسوبية والتحزب والفساد، نستطيع القول أن العراق أصبح جاهزا للعيش. وتعليق آخر على هذا الخبر:
من الفيسبوك نور تقول: كفيتم ووفيتم، مباركة جهودكم، أنكم متميزون ولا شك تستحقون كل الشكر والتقدير، طلابنا فخرنا، رفعتم اسم العراق عاليا. وتعليق أخير على هذا الخبر على الفيسبوك، عدنان يقول: إلى أعداء بلد العراق، والله افعلوا ما شئتم، شوهوا سمعته، حاصروا، حاربوا، سيبقى العراق الأول والأول، وشامخا رافع الهامة في كل شيء، يا أبنائه الغيارة، بأبطاله، بشبابه، بنسائه، بأطفاله الأول. وخبر آخر أيضا مفرح: منتخب العراق يفوز على الفلبين في بطولة آسيا لكرة سلة الكراسي في افتتاح بطولة آسيا بكرة السلة المقامة حاليا في تايلاند. والعراق يفوز على الفلبين بالنقاط، كانت 57-38 لصالح الفريق العراقي. خلنا ناخذ بعض التعليقات بشكل سريع وبسيط على هذا الخبر. تريليون مبارك وبالتوفيق المستمر في المباريات القادمة. وتعليق أخير على هذا الخبر من الفيسبوك، حيدر يقول: ألف ألف مبروك، تستاهلون كل الخير إن شاء الله، مزيد من الانتصارات. مشاهدينا، وصلنا وياكم لنهاية حلقة كومنت لهذا اليوم، نلتقيكم غدا إن شاء الله، إلى اللقاء.